مشاهدين فيس بريس، السلام عليكم. دائما بمدينة الدار البيضاء، اليوم كنتواجد عند الأخ ديالنا المعروف يعني باسم يوسف ود أمي عيشة، ود أمي معيشة. أغلبية كيعرفوا يوسف ود أمي معيشة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيعرفوا الطقوس اللي كيدير، ويعني هو مشهور نار على العالم في المواقع تاع التواصل الاجتماعي. اليوم جينا للمنزل ديالو، كنشكروه اللي رحب بينا. شكرا سي يوسف مرحبا على بكم، الترحيب مرحبا في ديالك. اي وقت. مرحبا، جينا اليوم سي يوسف ندير معك واحد الحوار يعني كما نقولوا جريء، ما كاين حتى مشكل. مرحبا. نعرفوا الطقوس وهادشي. اول حاجه نبغى نعرفوا سي يوسف، نبدا على الحياه ديالك، الاسم ديالك. يوسف ود أمي معيشة معروف داخل الوطن خارج الوطن. يعني معروف بهذا الاسم ديال يوسف ود أمي ود معيشة. أمي معيشة. الأغلبية كيعرفوك يوسف في تيك توك، في الفيسبوك، هادشي. كيعرفوني الناس بزاف. بغينا نعرفو أول حاجة سي يوسف، كيفاش تلقيتي راسك كدير هاد الطقوس هادو؟ حنا كنعرفو كاين اللي كيقولك ورثها من عند الأب ديالو، من الأم ديالو، كنعرفو البدايات ديالو. انا حنا الكراكه من 44 دور، ولكن حنا هادشي ماشي ما كانش في الدم ديالنا وفي العائله ديالنا. انا كنت بحال ما هكا، كنت كنمشي عند الناس، كنتعرض عندهم بحال ما هكا باقي صغير، يلا عندي شي 14 عام او 15، كنت كنمشي نتعرض عند الناس في الليلات وداك الشيء. بقيت كنا كلينا معاهم داك الحلو وداك الشيء، صافي وليت كنمشي فين ما كانت شي ليله كنمشي ليها، فين ما كان شي سيد او موسم عامر كنمشي ليه. وكنت ما باغيش ندخل لهاد الميدان هذا، وبقيت حتى ولات عندي ما عرفتش. انا كنت كنمشي الليلات وكنذبح وكل شيء، ولكن هذه مده دابا هي 6 سنين باش دخلت لهاد الميدان هذا. دابا وليت كندير الليله وكنذبح وكندير الحضره وكندير كل شيء، وكنمشي للسادات وكنذبح فيهم وكل شيء الحمد لله، وكنخدم مع الناس. على حسب الخدمة سي يوسف، يمكن لك تشرح لنا الخدمة اللي كدير نتايا؟ حتى انا مبغيناش نخلطوا ما بين الطقوس ديالكم الروحانية مع الشعوذة وش حاجة. حنا جينا اكتشفنا حاجة أخرى ملي دخلنا المنزل ديالك، لقيناك إنسان بسيط والسكنة ديالك بسيطة، يعني راه بعيدة على الشعوذة. هذاك الشيء اللي كاين اخويا. إذا كنت كدير الشعوذة كنا راك عندك شي دار وطوموبيل وش حاجة، هذاك الشيء كأنك دار الكراو يعني عادي، إنسان عادي. هضرنا على الأعمال اللي كدير السي يوسف. اخويا شنو بحال ما كان الحساب ديال الكارطة، كندير الدون، كندير سكت الوراثة، كنخدم الشمع، المحبة، بزاف ديال الحوايج. الزبائن ديالك واش غير في المغرب ولا خارج المغرب؟ خارج المغرب اكثر، هي خارج المغرب. وكيفاش التواصل والخدمة ديالهم كيفاش تقريبا؟ بالنسبة للكارطة التواصل كنتواصل بالهاتف النقال، كنتواصل بالهاتف كيعيطوا لينا. هاد العملية ديال الكارطة السي يوسف، كيفاش كتتم هاد العملية ديال الكارطة الحساب؟ الكارطة حساب دابا كتعطيك السمية ديالها أو سمية تما، أو شي واحد بغا يحسب كيعطيك سميتو أو سمية تمو، أو كتشد الكارطة أو تحطها في الطبق ديالها وكتبخرها، كدير لها شي تريحة وكتقول لها قلبي تخمامي ماشي تخمامي ماشي هاتين كاك المرات، وكتحسب السيدة اشنو عندها، اشنو خرج ليها، واش عندها الطريق بعيده، واش غتقطع البحر، واش هاد السيد فيه الخير، واش هاد السيد اللي بينو بينها هضره وكلام واش فيه الخير، واش غيتزوج بها او لا. هادي كارطه غير حساب. والنتيجه ديال هاد الحساب واش تكون 100%؟ طيب تقدر تكون 100%، اكثر هي 100%. شحال من وحده، شحال من وحده دويت معاها من المطار، قالت لي انا قالت لي انا راه شديت الاوراق ديالي وغادا قاطع البحر عند الراجل اللي كنتي صورنا لي مع الشميعات. شحال وحده رجعت لراجلها وقال يدير الدون السي الدون. الناس ديال اوروبا كيصيفطوا لي التصويره ديالهم في الواتساب، وكنشدها وكنديرها في وسط الدون، وكنشدو ديك الصفحه كنتنيوها بحال ما هكا وكنحطوها نبيتوها ان شاء الله. كتبخر هي التصويره والدون كتبخر، وكنشعلوا لها الشمعه ديالها الضوء ديالها بالليل. الصباح كنشدو هذيك نحيدو التصويره ديالها كنديروها في السطل، كنديرو معاها شويه الخزامه وشويه العرعار، كنضرب لك اللدون 3 مرات. 3 مرات كنضربو ليها اللدون في التصويره ديالها في السطل ديال الماء، وداك الشيء كيبان بحال هي كاين بحال المراه كاينه معاك في الدار. وراثه سكت الوراثه كتحيد التباطيل السحر او شي واحد مخطي سحر.
فهمتي، كتسمى بحال الحميه هذيك، كتسمى كان دير التباطيط كتوالاتها كنديروها للناس اللي كيكونوا تاع الثقاف تاع الانسان، كاين اللي كتكون مثقفينها تاع الجواج بزاف ديال الحوايج. حكيتي لي واحد القصه ديال واحد السيده كان عندها مشكل ديال الوراثه، خدمتي لها؟ اييه. وكيفاش القضيه ديالها كتبت وتحكي علينا السلام المشاهدين؟ كانت واحد السيده مع راجلها تمحنات وتعذبات على خير، ولكن شي وحدين كانوا داروا لها شي سحر هي وراجلها، وشتوها على ولادها، ولات هي بجهه هو بجهه، ما بقاش كيحمل لها الدار ديالها، ما بقاش ولا عندها الكراهيه ما بينها وبين ولا ما بينها ما بينه وما بين المراه ديالو، ولات عندهم واحد الكراهيه، كانوا وصلوا للمخزن كاع، ولكن من جات او صيفطت لنا التصويره ديالو، او درن من درنا للدون ليه هويا واخا ما كاينش معنا، درنا ليه للدون ودرنا ليه التباطيل ودرنا ليه سكت الوراثة وداك الشيء، وربي داك الشيء تفطل ولا تحلوا ليه العينين ولا كيشوف وليداته الحمد لله. والسيده من رجعت عند راجلها وكانت قاولتني بواحد الامانه وعطاتها ليا، الله يسهل عليها والله يعاونها، وعاودها ثاني صيفطت لنا فلوس العيد الكبير هذا العام اللي فات، الله يسهل عليها والله يعاونها. وحده عاوتاني في السله حتى هي ما كانتش كتولد راه من هذه المربره هذه، واللي قال شي حاجه اللي قال شي حاجه ما كانتش كتولد طلق، جات عندنا حلينا الحزام ديالها درنا لها التباطيل وولدات عندها وليد دابا وسماتو على السميه ديالي سميتو يوسف. اللي قال شي حاجه السيده هي كاينه على المباشر، نمشيو عاد تسلا ويشوفوا كلهم بعينيهم. يوسف الاداء يعني شحال ما فهمتش واش كتاوى ولا علي فاش فهادشي ديال الخدمه البياد، ايوا كاينه الخدمه اللي كطلب الثمن وكاينه الخدمه اللي كي غير البركه وصافي. بالنسبه لك يوسف يعني على اللي عطى بنادم، وحنا على البركه حنا كون جينا غنصبوا على عباد الله او غندوا لعباد الله ديالهم، راه كاينين الناس اللي كيخدموا الخدمه ب 4 مليون 3 مليون 2 مليون. هذا السي يوسف هو بالقصيد حيت كما قلت لك في البدايه حنا دخلنا لقينا المنزل ديالك وهذاك الشيء لقيناك متواضع، والناس اللي كيعرفوك كيعرفوك متواضع وكيعرفوك دير الخير الحمد يعني لله. كنتي كتتاوى راه كنا انت الحمد لله، حنا الحمد لله مزيانين مع الناس ومزيانين مع كل شيء وكنوقفوا مع الناس الحمد لله الحمد لله. سي يوسف دابا شرحتي لينا هذا الشيء، بغينا نعرفوا واحد القضيه، هاد الناس اللي كيديروا هاد الاعمال كيديروها بطريقه الشواذه وكيبداو ينصبوا على الناس باش يديروا لاباس، شنو كنت تقول لي؟ كاين الناس كينصبوا على الناس بزاف، كاين الناس كي انا شحال من واحد كتعيط عليا كتقول لي راه فلان دا ليا 3 مليون دا ليا 3 راه مصور معاك، راه انا كنتلاقى مع الناس كما كتشوف اخوتي من هذا المنبر هذا، انا شحال من واحد كنمشي للسادات او المولاي ابو عزه، اي واحد اي مقدم اي واحد راه كيجي يتصور معاه، شحال من حركة شحال من وحده كتعيط عليا بالتليفون كتقول لي يا خويا الله يرحم لك واش كتعرف واحد السيد راه دالينا ودالينا ودالينا، كنقول له واش النهار الاول تشاورتي معايا باش عطيتيه الفلوس، راه انا كنقول مع هذا المنبر هذا راه كاين الناس اللي كينصبوا، الناس كاينين اللي كينصبوا في هذا الحال من هذا المنبر، وكل واحد راه بلاكتو على ظهره، كل واحد راه كيخدم الخدمه ديالو، كل واحد كيخدم الخدمه ديالو. كيجيو الناس عندك المحل هنا؟ انا قليل اللي كيجي عندي. باقا اللي كيجيو عندك الاغلبيه؟ اغلبيه كاينين الناس اللي كنتواصل معاهم، كاينين الناس اللي كنمشي عندهم، كاينين الناس اللي كان بغيش يبانوا في الشاشه بحال ما كيجيو عندك هنايا وداك الشيء كيتواصلوا معايا، او نقدر نمشي عندهم او نقدر بزاف ديال الناس، كاينين الناس مهمين كيتصلوا بينا. اللي وصلنا لهذا الموضوع السي يوسف ما وقع ب سيدي عمر المجمر، سيدي عبد الرحمن المجمر. مرحبا مرحبا. ساكن هذاك راه قصه بوحدو، هذوك الناس لسنين وما تما وتم الفراغ. احنا نهار نهار عقلت على راسي، عندي او 20 عام او 22 عام كنا كنمشيو لسيدي عبد الرحمن، كنا كنمشيو غير بالفلوكه. كنعطوه جوج دراهم، كان واحد الزيزون تما واحد العزي. كانت واحد المراه هي مقابله تمايا، كنا كنمشيو نقطعوا كيدونا ب 10 دراهم ب 3 دراهم باش كنا كنقطعوا هذيك الفلوكه شحال هادي،
وكان كنا كنعرفوا قبل ما يديروا القنطره كان كان غير واحد الصحراوي واحد الجعيالات هما اللي كانوا تما، كان واحد الزيدون واحد الصحراوي اللي كنا كنعرفوه، كنا كناخذوا شميعه بدرهم او ب 10 ريال، كانت 10 ريال كنا كندخلوا ناخذوا جوج شميعات بدرهم، كندخلوا كنشعلوا الضوء ديالنا، كانوا الناس كيديروا القصاري ديال الكسكسو، كانوا كيديروا داك الشيء، كانت غير كان غير الحفيد عنده واحد البراكه تما، واحد الصحراوي هو اللي كان، واحد المراه هي اللي كانت عا براكه وحده حدا الوالي الصالح، هو راه ماشي مول المجمر، هو راه مول المزمر. المزمر هادشي اللي تبان نشرح لك، ماشي مول المجمر، ماشي سيدي عبد الرحمن مول، راه تبدا ديال السميه. ماشي مول المجمر، راه مول المزمر. يعني على حساب الزماره. مول المزمر، هو كان واحد والي من اولياء الصالحين، من وصل تما توفى. كما كنقولوا ما كانوش هذوك البيوت، هما ما كانوش هذاك، ولكن من كثر هذاك الضج، من كثر هذاك البني، ولاو البيوت ولاو كيديروا فيهم الشعواده، ولاو يديروا فيهم تمايا الدون والسكتوارات، وعلم الله اش كيديروا. انا ما نقدرش ندير التقليد ديال شي واحد. حنا كنمشيو مع ثلاثه ديال الليل، جوج الليل كنمشيو تما نزورو شحال مره، حيت البحراويين كيبغوا الليل سيدي عبد الرحمن، كيبغوا الليل، فهمتيني؟ دابا يوسف رجع للهيئه ديالو، على مشي ديال الشيء مؤخرا شي طريف شي شو بحال رجع للهيئه ديالو، الهيئه ديالو الاولى كما كنا كنشوفوه المره الاولى، كنا كنقطعوا ليه غير بالفلوكه بالجدران بديك الشامبرير، كنا كنمشيو نقطعوا الشامبرير. ومن هذا المنبر هذا كنقول راه اي بلاصه ما فيهاش شي والي صالح من حقها خاصها تريب، اي بلاصه ما فيهاش ما مدفوش فيها شي والي صالح خاصها تريب، اي بلاصه ما فيهاش شي والي صالح خاصها تريب، حقاش كيكثر فيها المنكر، فاحشه، بزاف ديال الحوايج، الشعواده، الخيوبه، بزاف ديال الحوايج. سي يوسف واش ممكن تقول الهاتف النقال ديالك؟ لا شي واحد دابا من المشاهدين بغى يتواصل معاك. مرحبا اللي بغى يتواصل. احنا ملي جينا عرفنا بان هذا الشيء عندك، ما عندكش شي حاجه ديال الشعواده، طقوس روحانيه كتعمل وانت كل شيء بينتي لينا. شحال الرقم ديالك السي يوسف باش نديرو؟ صفر صفر سبعه صفر تسعود 25 صفر 7 53. نعاودوها 0 7 0 9 25 0 7 53. هذه النمره ديالي في الصفحه الرسميه، خوت والحباب مرحبا، خوتنا وحبابنا، احنا ما كننصبوا على حد، ما كندوا البنادم ديالو، الحمد لله كون جينا ننصبوا او ننصبوا على بنادم مليون جوج ثلاثه، كون شارين احسن دار واحسن طوموبيله واقفه حدا الدار، وبالشايفور وبالخدامه وبكل شيء، الحمد لله حنايا عايشين على قد الحال، كناكلوا شويه وكنصدقوا شويه مع الناس والخوت والحبايج الوطن كما كتشوفونا، هذا هو الحال، هذا هو الطبيعه كما كتشوفوا، حنا ما فينا ما فينا ما فينا كبر، حنا واحد الناس متواضعين، لا في اي واحد في الشارع كيجي بغى يتصور معانا او بوعر او شمكان، حنا ما عنديش شي مشكل. انا شحال وحده كتعيط عليا كتقول لي جي دير لي اشهار هذه، والله ما كناخذ معها شي حاجه، او الحانوت ديالها او البيع والشراء او شي حاجه، والله ما كندير ناخذ معها شي حاجه، كنكون هبط على القريعه او الخماسي او شي بلاصه الناس كيديروا معايا اشهار على البيع والشراء ديالهم، داكشي والله ما كناخذ معهم شي حاجه. شي دعوة سي يوسف الناس الله يفاجئ عليهم، الله يفرحهم، بغينا هاد الشهر ديال شعبان ان شاء الله هو داخل بالصحة والسلامة، ورمضان الله يسهل على كل واحد، الخوت والحباب والمتبعين ديالنا الله يفاجئ عليهم والله يفرحهم، اللي ما كتولدش الله يحل حزامها والله يحل خبالها، واللي مريض الله يقعدو سادو، واللي مشجون الله يطلق سراحه، واللي مشجون الله يطلق سراحه، واللي معاك الله يجعل ربي يسهل عليه، الله يجعلهم يطبعوا هذوك الوراق ان شاء الله في الغيب، كنطلبوا الله وسيدي مسعود بن حسين مول الكراسه مول الدواسق مول الفحوله ومول العجوله، الله يفاجئ على كل واحد، الله يسهل على كل واحد، الخوت والحباب كما كتشوفوا يوسف والمهمه عايشه من هذا المنبر هذا، والتحيه الخوت ديال الصحافه ديالنا اللي جعدنا فيس بريس كما كتشوفوا الاذاعه ديالهم، الله يسهل عليهم حتى هما، المدير الشركه حتى هو الله يسهل عليه، والطاقم التقني والله يسهل عليكم كلكم الخوت والحباب، وكاع الناس اللي ما خدامش الله يسهل عليه بشي خديمه، اللي باقي بلا جواج الله يجوجو والله يوقف والله يفاجئ عليهم، ولا بقى العمر طويل نبقى نطلق في اللايف 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 اللايف، ولا في شاكونت يجي كونت الخوت والحباب، الله يسهل عليكم والله يفرحكم والله يفاجئ عليكم.
اسبريس خير وما يعني من خدمه به هو الدعيه ومع عند يوسف ودم مينا ودم عائشه اعتذر الى هنا كنت هذا المباشر ديالنا مشاهدين في اسبريس دمتم في رعايه الله والى اللقاء. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.